بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها ولاية بسكرة والتي خلفت عطباً بالغاً في خط نقل الكهرباء الرابط بين باتنا وبسكرة، تم تفعيل مخطط استعجالي من طرف الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء، وذلك باستعمال تقنية عصرية هي الأولى من نوعها مغاربياً. هذه التكنيك لا تكنيك جديدة يسابل دونك المونتاج دي بيلون أوباني sont passés par le génie civil en un bref délai, c'est-à-dire qu'il prendra une journée ou deux journées sans couper l'électricité et remettre la ligne de 120 kV en service. اتخذنا كل الاجراءات عن طريق تركيب معد برج ذات تركيب سريع او بيلون ا مونتاج رابيد لاحتواء الوضع، وهذا لتفادي العمل يعني في مدة زمنية طويلة، وهي تقنية مستحدثة من طرف الشركة، ونقول لكم بأنها هي الأولى في مغاربين. هنا ببلدية لوطايا تم اكتشاف عطب تقني بالخط الكهربائي ذو التوتر العالي 220 ألف فولت الرابط بين المحطتين الرئيسيتين لبريكا وطولقا، أين يتم إصلاح الوضع دون قطع التيار الكهربائي. فيما يخص التوزيع، هذه التقنية مكنت من تفادي للانقطاعات على عدد كبير من بلديات، حيث عوض أن نقوم بقطع الكهرباء على أكثر من 11 بلدية بمنطقة طولقة وولاد جلال، تم فقط قطع التيار على جزء من على منطقة فلاحية منطقة بروث ببلدية دوسن لمدة لم تتجاوز ساعة والنصف. هذه التقنية التي تم اعتمادها لأول مرة مغاربيا تهدف إلى التقليل من مدة الانقطاع، وكذا التقليص قدر الإمكان من عدد الزبائن الذين يشملهم انقطاع التيار الكهربائي.